بالنسبه للكاف معنا معناش خير اخر شفت معنا خسرنا ماتش البارح هان اللي قاضي في طيب المهيري معنا كان نحضروا بالقديه بدينا نحضروا ان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله باش ننتصروا باذن الله. وبالنسبه لعيد ميلاد ان شاء الله كل عام ندير راس فيقسي بخير ان شاء الله من حسن لحسن ان شاء الله نخدموا على رواحنا ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا كما قلت لك الخدمه الباقيه على ربي باذن الله. والله صحيح الجمهور ديما مع جمعيته ديما يشجع في جمعيته دونك ان شاء الله نحن نعدو ان شاء الله لحد نعملوا ماتش بي وننتصروا نرجعوا في الكاليفيكاسيون الاولانيين ان شاء الله ربي معنا اكيد اكيد انطونيو جديد بصمه جديده الاولاد ياخذوا من عنده في المعلومات نحاولوا نابليكيو الماكسيموم قاعدين نحاولوا نرجعوا في لعبنا تاع العاده تاع السي اس اس ان شاء الله بشوي بشوي الريزلتات ترجع وقلت بلونا لو جورجي نفتو شهرين ان شاء الله تعدونا بالكاس ان شاء الله ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد ان شاء الله قلت ربي نوصلوا لبعيد ولا ليش لين الزون ان شاء الله. اليوم في رمضان فماشي حاجه سبيسيال لرمضان بيان سور بيان سور ان شاء الله كنا نحكيو توا على البروجرام تاع نتاع رمضان راهو مهم جدا التغذيه نتاع اللاعب في رمضان تعرف الوقت وقتاش التمارين قبل شقان الفطر ومن بعد شقان الفطر مهم جدا حكينا توا ان شاء الله مش يتبدل البروجرام تاع التمارين ان شاء الله من غدوه ولا من بعد غدوه ان شاء الله مش يبدا مع الساعه الثامنه فهمتي الاولاد يجيوهم يشقوا فطرهم حاجه خفيفه كل شيء باش شوف يعني تبارك الله عندنا هوني مدرب هذا كل شيء يعني نتعامل مع الشيء هذا باحترافيه برشا وحتى نقولوا احنا لصحه اللاعب مهم جدا الشيء هذا شوف ايش نقول لك حاجه احنا راه قلت قبل ونعاود تو ما نخاف من حتى فريق نحترم الفرق الكل حتى المدية انا نخاف من جواريتي يعني جواريتي في الوقت الرولاشمون نتاعهم وفي المومون فور نتاعهم مش نعرفوا نستغلوه ولا هذا قاعدين يخدموا عليه برشا انه وندوا ديما راهو في المومون فور لازم تستغلوا على 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 الاخر يعني تنجم تسجل هدف هدفين ثلاثه وفي الوقت الضعف نتاع في المومون هذوك نقولوا احنا ماكش 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 واخر الطرح انك تعرف كيفاش تكون بيان اورغانيزي باش ما تقبلش اهداف بون الفريق شفناه يعني اوكي يعني محترم مش محترم هذيك نظره كل واحد احنا الاطار الفني كل الفرق كيف كما قلت لك وناخذ كل مباراه ومباراه ان شاء الله. تو يظهر لي عرفتوا المجموعه عن قريب بالمجموعه حسب تقييمك الشخصي نجم نمشيو بها بعيد شوف ايش نقول لك حاجه راه ما تستناش من الجوار باش يصنع منك حاجه انت هوني باش تصنع من الفريق حاجه. السلام عليكم.